من جديد يا صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا على قناتي اوجرات والمحليه. منو لا اهالي اللاذقيه ما كثير عرفوا، حتى انا ما بعرفهم للامثال، وكيف نحن ممكن هلا هو في كثير عنهم، وخاصه كل شهر نحن عنا بيتميز انه في امثال على هيدا الشهر، ولكن نحن خلينا نسال من كان بها خبيره. صحيح ولا ما صح؟ استاذ حيدر نعيسي صباح الخير. الله يسعد صباحك، صباح السادة المشاهدين والمستمعين جميعا. وصباحك يا رب. نحن اليوم عم نحكي عن امثال شهر اب. ما كثير في الناس عرفت بالشارع هي الامثال، ولكن قلنا بنحكي مع حضرتك اللي انت خبير بهي القصص واللي عندك ابحاث عن هي المواضيع. بارك الله فيك، ان شاء الله نكون عند حسن ظنك يا رب. الحقيقة شهر اب يعني شهر يكاد يكون اسطوري في الحديث عنه في الثقافة الشعبية وفي التقويم الشعبي وغير ذلك. تمام. من اهم يعني ما يذكر من امثال ان اب يعني هو قلب اربعينية الصيف التي لا تلحظ لشدة حرارتها يعني. تماما. اربع سعودات بهذا الصيف قوام شهر اب، وهي سعد اليابس وسعد الشوب وسعد اللهاب وسعد الخبايا. تمام. مجموعة 50 يوم. في بآب يعني يكثر الحديث عنه كثيرا في الثقافة الشعبية. بآب ادخل الكرم ولا تهاب، بآب اللهاب حيث يطلب الفي، ويطلع من القديم ما يشبه اللهب، لذلك يوصف باللهب، وهو سعد من سعودية ايضا. استاذ حيدر نحن بس بدنا نحكي عن موضوع كيف بالثقافة الشعبية والفلاحين واجدادنا كانوا يقدروا يحددوا كيف راح تكون الامطار بالشتويه بناء على الحراره والرطوبه بشهر اب. قد ايه صح هيدا الحكي ودقيق استاذ حيدر؟ حقيقه هذا خلاصه يعني زمن هذا الاجراء وهذه الخبرات المتراكمه. لدينا في الثقافه الشعبيه ما يسمى الابيات. تمام. الابيات وهي مجموعه الايام السبعه الاولى من شهر اب وفق التقويم الشرقي. اوكي. بيتم الاستدلال مثل ما تفضلت قلتي من خلاله على حاله المناخ والظروف في الشهور السبعه التالي، يعني بدا من تشرين الاول وليس بدا من ايلول. تمام. حاله الصحو والغيم والمطر والسيول وسواها. اول اب شرقي، اول الابيات هي. تمام. واحد اب شرقي تصادف 14 اب غربي. تماما. وهو يحدد حالة المناخ في شهر تشرين الأول. الثاني من آب شهر تشرين الثاني، الثالث من آب شهر كانون الأول، وهكذا حتى اليوم السابع من الآبيات يحدد حالة المناخ في شهر نيسان. كيف ممكن يكون ذلك؟ إذا مثلا النهار الأول من آب شرقي، إذا كان الجو غائم قبل الظهر أو بالنصف الأول من اليوم، حلو، هذا يعني أن النصف الأول من شهر تشرين الأول سيكون غائما. تمام. إذا كان الجو صحو معنى النصف الأول سيكون صحوا. وهكذا. وهكذا. بالنسبة لليالي التي تبدأ مع غروب الشمس. نعم. شكرا كثير لك استاذ حيدر، يعني يطول الحديث عن هذه التفاصيل كثير، واكيد ان شاء الله رح تكون ضيفنا باحدى الحلقات لحتى نحكي عنها بشكل كامل. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. تحياتي لك. شكرا لك. شكرا، يعطيك الف عافيه.